يا بنتي يبعت لي حم عليكي. أغلى ما في الوجود يا مو. يبعت له حم. أغلى ما في الوجود يا مو. إن شاء الله بينتعوك وبينتعوها القرود يا حق بجاه الحبيب المصطفى يا طريف يا ابن عيوش يا مو. عيوش يا مو. عيوش عيوش على عيني. ليك السعد على ليك عم تكتب شعر كمان ان شاء الله باشعر بدنك انت وياها يا حق يا طريف يا ابن مين عيوش يا مو. عيوش يا طريف ابن عيوش. عيوش تبريني. عيوش اسمعي اسمعي ماذا اقول وقد جافاني انه وارقني السهر. اموت انقلق والك وتنطف اخبارك يا حق يا طريف يا ابن عيوش يا مو. عيوش برافو عليك يا مو. عيوش انت حبيبي انت قبلة روحي. انت قبلة روحي وضوء عيوني الى الازل. فهل لي في لقائك بعد طول الجفاء امل؟ التوقيع اميرة العشق والسهر وسيرة الغزل. اسيرة الغزل يا مو. وكي هي اسيرة الغزل تبريني. هي هي يخرب بيتك وبيت بيتك وبيت اللي اول ما شافك انسطل يا حق يا طريف يا ابن عيوش يا مو. عيوش بعد تلاقيت له شو خطة حلوة الحقيرة. اغلى ما في الوجود اغلى ما في الوجود. والله الغلغل الدم بعروقك. والله استنى بس استنى. خلصنا لك امي خلصنا لك. ايه والله حفظتها من كتر ما عدتيها ومستعدة اقدم فحص واخد فيه 10 على 10 كمان. اخ بس اخ. المهم شو ناوي تعملي؟ شو ناوي اعمل؟ والله لا اعمل عمايل لسه لا سمعتي عنها ولا شفتيها يا مو. اسمعي لقلك. نعم. قومي انت تيسري سبقيني على البيت وانا حبيبتي ما بطول 10 دقائق طريف بياخذ بايدي لعمل له عاهه مستديمه وزاتته بالمستشفى وصلانه جايبه ورقه طلاقي ولاحقتك. اوعى تكمي اوعى تتهوري. حاكم ما بيستاهل تقضي بقيه حياتك بالسجن مشانه. ولا يهمك يا ما ولا يهمك. وراكي نسوان مر الاخبار اللي بدك تسمعيها مني. هلا قومي تقبريني. قومي قومي لاعمل لك لقمه اكل. قومي تقبريني. قومي قومي تتنشطي. مين انا نفسي اكل يا ما مين انا نفسي على الحكي. قومي الله يسد نفسه الهي. قومي لك انت وياها يا طريف. كوتي 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 كوتي. هاي صديفي وهي انا. لا والله هاي انا وهي صديفي. قديش رح تنبسط فيها هلا. اهلين طريف. بعدك سهرانه لهلا؟ ايه كثير منيح لاني جايب لك معي مفاجاه. لا ايه وينها؟ ليكا. واو بتجنني. حلوه بتطير العقل. مبروك. بس حليل شو؟ شو؟ انا كمان محضرت لك مفاجاه. شو حكي؟ واحلم بالمفاجاه تبعك كمان. شو وقتيني وينها؟ ليكا صديقي. Ha 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 ha!
أنسي لو سمحتي ممكن أحكي معك كلمتين. راح تزوع دمك؟ عفوا أرجوك لا تفهميني غلط. لا من هالناحية اطمن فهمانيتك مزبوط. ولو يعني مالك مزوجة مني؟ لا لا ولو. طيب ممكن أعزمك على فنجان قهوة لحتى نحكي كلمتين مع بعض؟ قلت لي فنجان قهوة؟ يعني في كلمتين حابب أحكيهم معك على انفراد من بعد إذنك. أنا موضوعي كله ما فيه. خير خير عبدالك الأستاذ؟ لا القصة وما فيها انه عم يزعجني ولا حقني وكل وقاحة بده يعزمني على فنجان قهوة. عفوا يا انسة ارجوك لا تفهميني غلط. اهلين وسهلين. يا هلا اهلا فيك. انا كنت حابب مع الانسة بس احكي كلمتين مشان مشان ليك مع وقاحة. والساعه 7 لسه ما صارت. بنتك متخانقه هي وجوزها وانا بدي اطمن عليها. بعرف انه متخانقه هي وجوزها. شو بيعرفان؟ مو امبارح كنتي عندهم بالبيت؟ بلا. كل ما بتروحي لعندهم على البيت بتخانقوا. صارت واضحه بنت عمي. ما عاد في ضروره اثنين يحكوا فيها. مزبوط؟ مزبوط ابن عمي. قومي روحي لعند بنتك. حاضر ابن عمي. روحي اتحركي. حاضر. وما في ضروره ثاني مره تهربي هريبه. بدك شيء ابن عمي؟ لا ما بدي شيء، لو بدي شيء كنت سألتيني. بدك شيء قبل ما تروح. عفوا ابن عمي. شرفي، يلا الله معك. عن إذنك. مع السلامة. حاضر. شو المرة هي؟ صباح الخير حبيبي. صباح النور حبيبتي. اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك يا عيني. يا الله يخلي لي اياكي ولا يحرمني منك يا عين تاني انت. لك يسعد لي الله الصباح. لك يا صباح النور، يا صباح الورد، يا صباح ال... ادي 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 افطري يا حياتي. تبشيني تفضل. أهلين أهلين بالعين. يا شلون ما بدي يغلي قلبي عليها؟ وعدتني إنه تبعته على المستشفى وتجيب ورقة طلاقها وتيجي. معقول يكون صاير عليها شيء؟ لا لا لا، بس قالت لي ولا يهمك أمي، وراكي نسوان رح تسمعي أخبار جديدة. يخرب بيت قلبك مثل القطاط بسبع ترواب. صباح الخير مرت عمي. خير يا منظوم. شو بكي شو في؟ هيك استر. اسكتي اسكتي، شفت جوز
مش قريب. وين بتريد قهوتك؟ حطها عندك، حطها عندك. شكرا. صحة وهون. في شيء ثاني؟ سلام. الله يسلمك. اهلا استاذ سالو، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يا هلا. يا اهلين. اهلا اهلا. صباح الخير. اهلا استاذ سالو. اهلا. مع السلامة. سلام. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. ما قلت لنا وين هالغيبة من غير شر؟ كان عندي شوية شغل بحمص خلصته ورجعت. عن إذنكم واصل شوي لغرفة شؤون الموظفين وراجعين. يا سيدي ازدح معك. الله يصلحك يا طريف على العملة. صباح الخير يا شباب. صباح الخير. أهلين أستاذ طريف. يا سيدي ابن حلال، هلأ كنت عم بذكرك. خير إن شاء الله. إما وصل صاحبك سعده. وعيونك يا طريف، شوف صاحبك سعده على هالقلاطة وعلى هالجخ. بعدين انت ليش حاطط نظارات شمسية بالمكتب؟ نوع من الحساسية. ها ايوه، ارجيني اشوف. هيك لا مبين حساسية. هلا ان شاء الله انا مو ناقصك. روانا بقى طريف، موال وحفظنا، ليش عم تخبي علينا؟ الله يسامحك يا ظريف على العملة هي. المهم هلا شلون بدي افركها؟ بلاها اليوم. اليوم بالذات ما بحسن، بدي روح ادفع فاتورة الكهرباء والتليفون، بعدين بدي اصعد على شغلي. ما قلت لي استاذ طريف الشغلة الثالثة اللي لقيتها بمكتب هندسي؟ ايه المكتب هندسي احسن شيء خليها لله. المهم هلا شلون انت بتسمع؟ يعني بفهم من كلامك انك عم تسايري وما سخسختي مشان شي تاني. لا يامو، لا يوه، ليش هيك عم تحكي يامو؟ ما بتعرفيني انتي انا شلون هيك بحب احسبها وتكتك على مهلي عالرايق. يامو طريف سهيان، اذا ضليت قرره من اليوم لبكرة لا رح يقر ولا رح يعترف. بقى شو قلت لحالي؟ قلت لحالي بحط على عينه، عرفتي شلون؟ ومتى ما حطيت على عينه يامو وحياة عينك ما في شي بالدنيا كلها رح يهديني. مو ظريفة اللي بتعيش لحظة واحدة مع رجال عم يخونها. شو ناوية تعملي؟ طمني يامو، وحياة عينك عامل حسابي لكل شي. استاذ طريف لك أهلين، شلونك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله الحمد لله. نشكر وينك الله. انت؟ هل دومت؟ ايه والله اليوم دومت. خبروني الشباب صار لي اكثر من ربع ساعه عم دور عليك. خير في شيء؟ شغله بس راحت هلا. طمني كيف كانت الاجازه؟ شلون حماس واهل حماس؟ والله الحمد لله كله تمام. حريش وحظك شو مقصر يا رجل، مو معقول. خير استاذ طريف في شيء؟ هلا في هي تبع المعامله نوال. منال نوال. ايه تذكرته. ايه شو هلا طلعتها من هون سالت عنها؟ قلت لها ما انا هون. خير شو في؟ قالت لي ما دخلها. هي قالتك هيك انه ما دخلها؟ شفت على معقول؟ الله يسامحها. تعال قلها. بس المهم وبعدين يا استاذ طريق ما طلعت دورت عليك ما لقيتها. لما رجعت لقيتها هيك الله والعليمة، بس كانه كانت عم بتكوكش بغراض المكتب تبعك. هيك لكان؟ على كل استاذ طريف البنت بايتها ادميه وما بيخاف منها. ايه يعني انت تارك شي وراء مهمه اختام كذا على المكتب هون؟ لا 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 لا، انا من هالناحيه بعجبك، ما بترك شي مهم على المكتب. ايه كثير منيح. دير بالك انا ما خليت الشباب يحسوا على شي حاكم، متزاولين منك، مو طايقين الارض اللي بتمشي عليها وناطرينك على نكشه لحتى يطقوك برغي. كتر خيرك يا استاذ طريف، انت اصيل. ولو يا استاذ سعدو، عشره عمر نحن شبك. على كل حال استاذ سعدو، نحن يعني بغيبتك طلعنا كشف وتاكدنا انه المواد مطابقه ونظاميه، وهلا خلال نص ساعه بيكون التقرير عندك على المكتب. طيب يا استاذ صريف، يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. تفضل. Thank you.
طيب طيب والحل؟ الحل انك صارحها، ما تعيش انت وياها بكذبة. ايه بس كذبة بيضة. ولو كان اسمها كذبة. معك اسمها كذبة بيضة حمراء بيضل اسمها كذبة، بس يعني انا مو مطنش الموضوع، مو تاركه هيك، ناطر الفرصة المناسبة لحتى اعترف لها. ايه لازم تستعجل، ما بتتأخر. ايه عسير التأخير، ما بقى لحق ادفع فواتير الكهرباء، يعني يا دوب لحق وصل على شغلي. خاطرك الله يكون بعونك. ولا انت في الك رأي اخر؟ انا بصراحة مليت من محاضراتك وتضرب منك الو. منيح، قبل ما انسى بكرة انا ما رح اجي قبل الساعة 10، حدا يوقع عني وبركي حدا سأل عنك. ايه دبروها انتو دبروها. يسلمني الرايق انا. لك على الكلب السائل، يسلمني الرايق. انا رايق، بدك شي؟ يسلموا هالايدين. الله يسلمك. شو هذا ظريفي صار عم توصي؟ ها يسلموا ايديكي. اذا ما توصيت بحبيبي بمين بدي اتوصى؟ حبيبي؟ كأنك صحاني شوي ما؟ برد كان مبارح، سمكت بالأواعي. لك حياتي، عودة هنا مثل العالم والناس بأكلك على الواقف عم تاكل. ما بحسن، تأخرت على هذا المشروع ما فيني. أنا مشروع الجديد؟ إيه ما غيره، شو ساوي؟ بده متابعة يومية. الإدارة ما بتصبح على غيري تسلمي، عارف شو؟ حقهم حبيبي. وينك؟ يمكن تأخر أظن الزينة على عشرة. إيه خذ راحتك يا عمري. باي. باي. ظريفة. نعم. شي بيتنا البيوت بسيطة يا طريف، فكر حالك نفدت. أنا اليوم لازم أحط النقط على الحروف وأعرف كل شي. نروح على الشركة ونسألهم إذا مكلفينك بمشروع جديد ولا لا. إذا كانوا مكلفينك بمشروع جديد بنسألهم وين هذا المشروع. يلا ظريفة على الشركة. منير؟ لا شوف لي هالشغلة هاي. حط ايدك شوفوا. صباح الخير استاذ، صباح الخير. للآن ما شرف الاستاذ طريف؟ يعني هذا وقته استاذ. ابو سليم. نعم نعم استاذ. لا تخلي الاستاذ طريف يداوم الا لمن يجيني في مكتبي، فاهم؟ مفهوم استاذ. قصدك يوقع استاذ؟ يوقع يداوم كل واحد. أنا استاذ. يلا وين شو شغله؟ شكرا. هلا وسهلا استاذ طريف. اهلين اهلين. هلا تشرفت. اهلين. تفضل. خلاص فرحك بعدين بكلمك. انا مع السلامه استاذ. الاستاذ طريف شرف. الاستاذ طريف شرف؟ يا اهلا وسهلا. ليش واقف برا؟ تفضل اتفضل حبيبي. حاضر استاذ. تفضل.
يا اهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا مرحبتين. لسه ما صارت الساعة 12. ليش جاي على حالك؟ استاذ طريف، الحقيقة أنا مليت منك ومن أفعالك هذا كلها. استاذ طريف، يكون بعلمك مخصوم عليك 10% من راتبك لمدة 3 شهور. عفوا استاذ، معلش يعني لو ما كان في ظرف قاهر ما كنت تأخذ. استاذ طريف خلاص ولا كلمة، ارجع مكتبك. حاضر استاذ، حاضر، عن إذنك استاذ. استاذ طريف، عفوا عشان ارضي ضميري، انا راح اسمع السبب القاهر اللي خلاك تتاخر عن جيتك في المكتب. هني استاذ، ظرف قاهر يا استاذ، ظرف قاهر. يعني حط حالك محلي، حط حالك محلي يا استاذ، وانت حكوم. مرتي ولدت مرتي يا استاذ، يعني امبارح بالليل كانت عم تطلع والبيت قايم قاعد وعم بتصرخ، وعنا الجيران والتمت العالم، معقول يعني يتركها وروح نام؟ كرمال اجي على الدوام بكير يا استاذ، حط حالك محلي، هذا مو ظرف قاهر. بصراحة يعني حقيقة ظرف قاهر، والمدام ظريفة موظفة ممتازة عندنا وتستاهل كل خير. ما قلت ليش اللي جاك؟ ها؟ صبي هيك صغير وكذا طير العال. ان شاء الله يتربى بعزكم. الا على فكره، شلون صحه المدام الحين؟ تعباني شوي يا استاذ، يعني ولادتها كانت عسره شوي. بسيطه، انا راح اصرف لك مكافاه لمده شهر ومعونه للولاده، بس على شرط استاذ طريف ما تتاخر مره ثانيه. مفهوم؟ مفهوم سيدنا، مفهوم. الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطري يا استاذ. إلا على فكرة كنت لحظة شوي. ألو؟ نين؟ أنت متأكدة؟ طيب، خلي عندك شوي. مع السلامة. انت ايش كنت تبغى تقول لي؟ لا فكرت ان المدام كانت تعبانه شوي، والولاده كانت عسره. الحقيقه عشان الموقف العائلي الجميل، انا راح اصرف لك هديه خاصه ومن حسابي الخاص انا. استاذ يعني هديه غير المعونه الولاده والمكافاه؟ نعم. كتر الله خيرك يا استاذ، يعني ان شاء الله نكون مستاهل. تفضل. لوين استاذ؟ عشان هديه. تفضل. اهلا مدام شريفة. نين استاذ، مبروك ما جاكم. شو اجانا؟ صبي يا صريفي، صبي. الولد. انا ولد على حساب انك انت كنتي تعبانه امبارح عسره، وكانت الولاده متعسره عسره، والاستاذ طريف كان تعبان وسهران معك طول الليل الى وش الصبح، الين قمتي بالسلامه وجبتي لنا ننو صغير طريف مثل ابوه. هيك مو هيك استاذ طريف؟ هيك يا ظريفي، بتترك الصبي الصغير بالبيت تجرب. مبارك ما اجانا حبيبي. Yeah.